فيه يا انجي؟ خيلتينا. بتأكد ان مفيش حد سمعنا. ليه وانت هتقولي ايه؟ خايفة حد يسمعنا فيه؟ ايوه واحنا هنا ليه اصلا؟ ما تقلقوش مفيش حاجة. انا بس عايزاكوا تساعدوني في موضوع كده. يا حبيبتي محتاجة فلوس من عيني يا روحي. هبة اديها فلوس. جرأي يا اختي، انت كل حاجة تلزقيها فيها ما تديها انت. عيب الله. ايه انتوا الاتنين، ما تصبروا شوية. فلوس هي، مش عايزة فلوس. انا عايزاكوا تساعدوني في موضوع كده. ايوه عايزانا نساعدك في ايه؟ في ايه؟ هتغنوا وترقصوا معايا. يا اختي بس كده، ده انا بموت في الهيصة. هو ايه ده؟ ايه ده؟ هي هيصة زيطة فيها، مش نفهم هنرقص ايه؟ يمكن نرقص شعبي، نرقص فرنجي، نرقص باليه. انا ما بعرفش ارقص باليه. باليه انتي كمان؟ كنتكوا خيبة انتوا الاتنين. انا هغني اغنية سيب رجلي. هو مين مسك رجلك؟ في ايه يا كاميليا؟ محدش مسك رجلي. انشي، هو جوزك عارف ان في حد مسك رجلك؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ محدش يستجري يمسك رجلي، حتى علي نفسه. الاغنيه اسمها كده، سيب رجلي. طب دي رجلك واتمسكت، احنا مالنا احنا ومال رجلك؟ يا مش فاهمه. هتغنوا معايا؟ انتوا هتغنوا معايا. ايوه بس انا محدش مسك رجلي. هيمسكها، سيبيه يمسكها يا فوزيه. قصدي يا كاميليا. انجي بس انا ما بعرفش اغني، انا ما بغنيش غير في الحمام، وكل مره بغني في الحمام شعبان بيمسك باب الحمام يدشدشه على دماغي ويبهدلني. عشان غبيه يا هبه، غبيه. شيلي باب الحمام. تصدقي فكره، حطي ستاره. شفتي؟ لا هبه حبيبتي، انت تقدري هنا تغني براحتك خالص كانك في الحمام بالظبط، وما تقلقيش عليا، انا ما حدش هيضربك. ماشي. دلوقتي انا عندي مشكله، انا لا بعرف اغني ولا بعرف ارقص، يعني ولا حد بيكسر عليا باب الحمام. انا ما بعرفش غير ان انا لحن. خلاص خلاص يا كاميل، يبقى انت اللي هتلحني، هتعزفي على الاورج. اوكي. ايه ده ايه اللي انت بتقولي ده؟ هي دي تفهم حاجه؟ دي تعرف تظبط اوتار اورج اصلا، ولا تعرف تنيل اي حاجه؟ انت ايش فاهمك فيا؟ انت تعرفيني اصلا؟ احنا بس علاقه كده عابره. انا بفهم في كل حاجه، انا ملحنه فظيعه يا انجي. سيبي لي الموضوع انا ده. خلاص انت اللي هتلحني. برافو يا كاميل، وانت اللي هتغني يا منعم. ما تتشنبوش قوي كده انتوا الاتنين، فيش اي حد فينا لا بيعرف يغني ولا يلحن ولا يرقص زيهم بالظبط. هم مين يا اختي؟ اللي عاملين نفسهم مطربين. فعلا مفيش حد فاهم اي حاجه. انا عن نفسي مش فاهمه اي حاجه. ولا انا. ولا انا كمان فاهمه كده. تمام، نبقى مستعدين. هنسجل اغنيه سيب رجلي وامسك صباعي. كلها يا ده فظيعه. شفتوا بس ايه ده؟ كوين لطيفه. ايه البلدوس؟ بيانسات بيئه نجلد، مش كده برضو؟ عملتي ايه؟ جبت الكلمات كلها. اسمعوا بقى، ورق معايا بقى ايه على الخفيف. ماشي يا ريس معايا؟ يعني انت تجري وانا اجري، بس هي دي فرصتي. انا هلحن الحته دي. استنى بس بقى. انت تجري وانا انت تجري وانا ده ما يرقصش ده. انت تجري وانا. برافو برافو يا كوكي، تحفه تحفه. لا 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 لا، روحي اقعدي بقى على جنب. تعالي يا اختي تعالي، حاول ولا قوه الا بالله. يلا معلش. خلاص يا كوكي ركزي بقى. فن معانا؟ اوكي يا اساتذه. ايه اتفضل. انت تجري وانا اجري، يلا يا ابني سيب رجلي. رجلي كلامك اصله ملوش داعي. لا 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 الا صباعي. كلامك اصله غالي عليا. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا مامي؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ اودي وشي فين من اصحابي؟ حاجه تكسف او المصحف. لا 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 خالص، مفيش حاجه تكسف ولا حاجه. اصل انا لابسه كده علشان بعمل دراسه ميدانيه عمليه عن الفنون الشعبيه. ايوه والفولكلور. بس يا
حبايبي. وبعدين انتوا ايه اللي طلعكم من اوضكم دلوقتي؟ انتوا مش عندكم ذكاء؟ اتفضلوا برا برا. يلا يلا يلا. افضلتي معلش معلش، خلينا بقى في اللي احنا فيه. لا عملتش حسابكم خالص خالص. يلا يلا الكوبليه اللي بعته. ورق ورق على الهادي. الحان هنادي بقى. لا يا قلب امك معلش ما فيش وقت. طب يلا عايزين نصور. يلا حبيبي يلا. يلا يلا يا استاذ. لا اعلى اعلى شويه. ايوه يلا خدوا دي بقى. لا عندي وسطى ولا كوسه. عادي عادي عادي. شوفي ده برنامج بقى فظيع، هيعرضوا عملية البواسير على الهواء. بواسير؟ انت بتتفرج على بواسير الرقصات؟ رقصات ايه بس يا رجل؟ ده برنامج علمي محترم. علم ايه؟ علم ايه يا سمير؟ عيب يا حبيبي عيب، انت خلاص كبرت على المواضيع دي. اكبر على اي حاجة الا الحاجات دي. وبعدين دي حاجات كلها فيها دراسة عشان استفيد واعرف يعني ازاي التفحيص والتفعيص والتدريس والتفحيص. تفحيص ايه وتمحيص ايه واللي انت عمال تقوله ده؟ انا عايز افهم انت قصدك ايه من البرامج دي؟ حبيبتي انا بستفيد دلوقتي وناوي اكتب اغاني ان شاء الله زي علي. انت تكتب اغاني وزي علي؟ ايوه. ليه ان شاء الله؟ عايز تقلب العياده جوه كباريه ولا ايه؟ لا لا استغفر الله العظيم، كباريه ايه؟ ده تطور تطور. انت عارف تشوف الشباب دلوقتي واغانيهم الجديده، انا هبقى معاهم واعمل نفس الاغاني ونفس الستايل، بس هرجع بقى للاغاني من زمان هدرسها. هبتدي من اول يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا لحد اديك تقول ما خدتش. شوف شوف التعبير التاني إيه بينكر. ايه السوقية دي؟ ايه السوقية؟ أو اديك في البق تلق. ايه ده؟ ايه الكلام الفظيع ده؟ عيب يا سمير عيب يا حبيبي. فين الاغاني القديمة الجميلة؟ فين الاستاذ صالح عبد الحي؟ فين الاستاذ كان اسمه عبد المطلب؟ ايوه عبد المطلب الله يرحمهم. مين تاني؟ الاساتذة بتوع زمان. كنت بتحب مين فيهم انت؟ انا بعشق طلب والله. واداؤه اداؤه العلني اللي ما حصلش يا كان بيعمل ازاي؟ افوت انا بيت الحبيب. طيب. اقول جريح للهوى. خلاص يا سمير خلاص. افوت انا بيت الحبيب. هاريكي افوت انا بيت الحبيب. انا غلطانه في حقك، اعمل اللي انت عايزه بس بلاش افوت انا بيت الحبيب.